إن شاء الله هنكمل. المسألة رقم 6 بيقول فيها إيه؟ ماشي، نقرأ كده بالراحة. بيقول لي أنت عندك سنترفيوجر بامب، أنا بستخدم الترومبو دي إن هي تبتدي ترفع المية ضد ستاتيك هيد 20 متر. ستاتيك هيد اللي هو التوتال ستاتيك هيد. التوتال ستاتيك هيد، خلي بالك. تمام، قال لك السكشن اند الديستشارج بايب الاثنين ليهم نفس الديامتر 15 من 100 متر. التوتال فريكشنال هيد لوس، التوتال فريكشن هيد لوس في سواء كان في السحب او كان في الطرد ب 9.5 تايم البايب فيلوزيتي هيد، 9.5 الفي سكوير على الاثنين جي. طب الفي سكوير الفي سكشن ولا الفي دي، وحد هيسالني هيقول لي هل هي الفي سكشن ولا الفي ديستشارج؟ هرد عليك واقول لك على طول ايه، الفي سكشن هو بيساوي الفي ديستشارج لان الديامتر هو الديامتر. بيقول لك الامبيلر اللي هو الامبيلر بيدور ب 1450 لفه في الدقيقه. الديامتر بتاعه يقصد بيه الاوتر ديامتر اللي هو 3 من 10 متر. الامبيلر ريديوس ريشيو، ايه بقى الامبيلر ريديوس ريشيو دي؟ دي اللي هي الريشيو ما بين الار 1 للار 2. طب ليه ار 1 يا باشمهندس؟ لان هو اقل من الواحد. ما هو ار 1 على ار 2 يبقى قيمه اقل من الواحد، لان الار 1 اقل من الار 2. هي الديامتر 1 على الديامتر 2. هقول لك حاجه، هي اليو 1 على اليو 2 ب 45 من 100. قال لك ان الاكزيت بليد انجل ب 30 درجه، يبقى نوع الريشه ايه؟ نوع الريشه باكورد فين، مظبوط. قال لك ان الاكسيال ويدث اوف الامبيلر از ديزايند سو ذات تو جيف ا كونستانت راديال فيلوسيتي، يبقى انت هنا بالنسبه لك ان الفي اف 1 هتساوي الايه؟ الفي اف 2. دون معاك في الجيفن، اي حاجه تقراها دونها على طول علشان ما تتلخبطش، المعطيات المساله كتير لازم تدون كل حاجه. تمام، وقال لك ان الراديوس ان الويدث بتاعك في الخروج ب 20 مللي ات الامبيلر اكزيت، اسيومنج ذات ان الهيدروليك افشنسي، هنا بقى اداك كفاءه هيدروليك. الهيدروليك افشنسي علاقه من ايه؟ علاقه ما بين الهيد المانومتريك والهيد الثيوريتيكال، كويس. طيب هسالك سؤال، هل هيد الثيوريتيكال الايديال ولا الفيرشوال؟ مش هتعرف ترد عليا دلوقتي، امال هرد امتى يا باشمهندس؟ اصبر في الاخر. تمام، رجع قال لك ان الكفاءه الهيدروليك ب 82%، والكفاءه الاوفرول ب 72%. قال لك احسب لي اول حاجه، عايز يحسب الريت اوف فلو، وعايز يحسب البليد انجل في الدخول اللي هي بيتا واحد، وعايز يحسب الباور اللي محتاجاه الترومبا علشان تدور وتديك الهيد بتاعك. وقال لك جمله في الاخر هترد على السؤال اللي انا كنت بساله لك، قال لك ان الاكشوال ويرل فيلوزيتي ب 7 من 10 الثيوريتيكال. يبقى على طول انت هتشتغل على الفيرشوال ولا الايديال؟ الفيرشوال، مظبوط. الفيرشوال دي اللي هي ايه؟ اللي جواها فاينايت ولا انفاينايت؟ جواها فاينايت نمبر اوف البليد، علشان كده بيحدث فيها سليبنج، مظبوط. تمام، اول ما ابتدي احل اول حاجه احط الجيفن بتاعتي. هو مديني ايه في الجيفن؟ مديني اتش ستاتيك، مديني الديامتر في السكشن، وهو الديامتر في الديستشارج، مديني اتش لوسز التوتال، مديني السبيد، مديني الديامتر الامبيلر ديامتر او اوتلت ديامتر، مديني ريشيو ما بين الديامتر واحد وديامتر اثنين. احط كل الجيفن، مديني بيتا 2، مديني الفي اف 1 اللي هي الراديال كومبوننت الفيلوزيتي، في اف 1 هي الفي اف 2، واديني واداني الويتس كمان في الخروج بالنسبه للامبيلر ب 2 من 100 متر، واداني الكفاءه الهيدروليك، واداني الكفاءه الاوفرول. طيب هو طالب ايه؟ برضو حل المساله زي ما انا ماشيها معاك بالظبط. هو طالب الفلوريت، طالب البليد انجل ات الانلت، طالب الباور شافت، وقال لك ان الفي ويرل 2 داش بيساوي 7 من 10 الايه؟ الفي ويرل 2، مظبوط قوي. اول حاجه بعملها ايه؟ بروح على طول ارسم مثلث السرعه. بس مثلث السرعات اللي انا هنا اللي عندي ده ناقص فيه حاجه. الشاطر يقول بقى ناقص فيه جزء الايه؟ الاكشوال، مظبوط. جزء الاكشوال ده اللي هو الايه؟ اللي هو الفي ار 2 داش والفي 2 داش وبيتا 2 داش والفا 2 داش اللي انا رسمته لك، اللي هو ده اللي هو هنا ده. انت حضرتك تكمله وترسمه، لازم ترسمه عشان تبين ان انت فاهم. طيب وفي الدخول انا اعتبرت ان في الدخول هو راديال انلت فلو، يبقى هو طالما هو ما جابليش سيره عن الويرلي فيلوزيتي في الدخول، ما جابليش سيره عن قيمه الفا واحد، انا اعتبرت ان هو ايه؟ بسهل على نفسي، اللي اعتبرت ان انا عندي ايه؟ راديال ات الانلت، راديال فلو ات الانلت، اللي هو الفا واحد ب 90 زي ما علمتك بقى، في ويرلي واحد بزيرو، في واحد هو بيساوي في اف واحد، مظبوط. هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب كميه فلوريد. طيب على طول اول ما هو ايه، هو مديني توتال ستاتيك هيد،
وتوتال لوسز، يبقى على طول دي كلها تسمع في الهيد الايه؟ المانومتريك. من المعطيات اقدر احل، يبقى الهيد المانومتريك بيساوي ايه؟ بيساوي التوتال ستاتيك هيد زائد التوتال لوسز زائد الفيد ديسشارج سكوير على ال 2 جي. طيب التوتال ستاتيك هيد هو مديلك بكام؟ ب 20. طب والاتش لوسز توتال ب 9.5 الفيد ديسشارج سكوير على ال 2 جي زائد الفيد ديسشارج سكوير على ال 2 جي. لو فكيت الفيد ديسشارج بفلوريت على اريا هقدر اجيب معادله بتربط ما بين الهيد المانومتريك والفلوريت، معادله داله في ايه؟ في مجهولين. مظبوط. اقول على طول ما اجيب معادله داله في مجهولين اعرف على طول ان انا هدور على معادله كمان علشان اقدر احل الايه؟ المعادلتين واجيب المجاهيل. طيب عندي المعادله الثانيه ان هي، المعادله الثانيه ان هي في المساله اللي فاتت في الفيديو اللي قبل كده كان مديني حاجه اسمها الجين، كنت بقدر اجيب معادله ما بين الهيد المانومتريك والفلوريد، بس هنا ما ادانيش، بس اديني حاجه تانية. ركز كده، كفاءه الهيدروليك. مظبوط. كفاءه الهيدروليك دي بتربط ما بين الايه؟ الهيد المانومتريك والايه؟ والهيد الثيوريتيكال. طب تعالى كده بنفك الهيد الهيد الكفاءه الهيدروليك هيد مانومتريك على الهيد الثيوريتيكال. طب الهيد الثيوريتيكال دي انهي هيد ثيوريتيكال؟ الايديال ولا الفيرشوال؟ الفيرشوال. مظبوط. طيب الهيد الثيوريتيكال الفيرشوال دي بتساوي الايه؟ بتساوي اليو 2 في الفي ويرل 2 على ايه؟ في ويرل 2 داش على عجله الجاذبيه. مظبوط. اليو 2 تعرف تجيبه ولا ما تعرفش؟ اعرف اجيب باي دي 2 في ان على 60، واليو 1 تعرف تجيب، ما هو مديني علاقه ما بين الايه؟ ما بين اليو 1 واليو 2 اللي هي علاقه ما بين الديامتر على الديامتر هي اليو على اليو. مظبوط. طيب هنا اقدر اجيب، يبقى انا هنا اقدر اجيب علاقه ما بين الهيد وما بين الفلوريت ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك. هيد المانومتريك هو عباره عن كفاءه هيدروليك مضروبه في الهيد الثيوريتيكال ايه؟ الفيرشوال. طيب الفي ويرل 2 هي اللي هيسمع فيها الفي اف 2، والفي اف 2 هتسمع فيه الفلوريت. بمعنى انا عندي الفي ويرل 2 بتساوي ايه؟ بتساوي من مثلث السرعات زي ما انا علمتك، الفي ويرل 2 اللي هي هنا دي بتساوي قيمة اليو 2 كلها ناقص قيمة اكس، وقيمة اكس دي بتساوي ايه؟ الفي اف 2 كوتان بيتا 2. مظبوط. ده اللي انا رحت عملته هنا كده. اهو اليو 2 ناقص الفي اف 2 كوتان بيتا 2. الفي اف 2 فلوريت على اريا. مظبوط كده؟ مظبوط. يبقى كده بعد ما ضفت بقى قيمة قيمة الديامتر 2 والبي 2 والكوتان بيتا 2 طلع لي معادلة ما بين الهيد المانومتريك والايه؟ والفلوريت. بس كده انا لو حليت المعادله الاولى مع المعادله الثانيه اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الهيد المانومتر، واقدر اجيب ايه؟ واقدر اجيب كمان الفلوريد. طيب يبقى انا هنا طالما قدرت اجيب الهيد المانومتريك واجيب هيد الفلوريد، اجيب قدرت اجيب الهيد المانومتريك قصدي والفلوريد اسف، اقدر دلوقتي عن طريق الفلوريد اقدر اجيب قيمه الريديال كومبوننت للفيلوزيتي عشان اقدر اجيب الزوايا. مش هو عايز الانلت بليد انجل اللي هي بيتا 1 اللي هي دي؟ مظبوط. طب البيتا 1 دي انا معايا يو 1 كويس، بس مش معايا الفي اف 1 اللي هي هنا دي. طب هجيب في اف 1 ازاي؟ عن طريق الفلوريت على طول. انا لسه جايب الفلوريت اهوت، هقول ان الفي، هو قال ان الفي اف 1 هيساوي في اف 2 هيساوي الايه؟ الكيو دوت على الباي في الدي 2 في البي 2 في الكونتراكشن فاكتور. حضرتك معاك الايه؟ الديامتر 2 ولا مش معاك؟ معايا الديامتر 2. حضرتك معاك البي 2 ولا مش معاك؟ معاك البي 2. يبقى كده تقدر تحسب الايه؟ الفي اف 1 اللي هي بتساوي الايه؟ الفي اف 2. طيب طالما انت معاك الفي اف 1 ومعاك اليو 1 تعرف تجيب بيتا 1 ولا ما تعرفش؟ تعرف تجيب بيتا 1. يبقى المعطيات كده، حضرتك جبت الفلوريد؟ اه جبته. طب والبيتا 1 جبته. طب ازاي اقدر اجيب الباور شافت؟ ما هو مديني الكفاءه الاوفرول، والكفاءه الاوفرول دي يعني ايه؟ ببص على خارجه الترومبه، خارجه الترومبه اللي هي ايه؟ اللي هي الهيدروليك انرجي، اللي هي الرو في الجي في الاتش المانومتريك في الكيو ديسشارج، على داخل الترومبه اللي هو الايه؟ اللي هو الباور شافت. يبقى ده على ده قدرت اجيب الايه؟ الباور شافت. اجيب الكفاءه هنا باور شافت، قدرت اجيب الباور شافت ككيلو وات. يبقى انا قدرت احسب الاربع ثلاث حاجات اللي هو مديهم لي، قدرت احسب الفلوريت، قدرت احسب البليد انجل في الدخول، وقدرت احسب الايه؟ الباور شافت. دي المسألة بالنسبة لنا مسألة مهمة جدا، المسألة رقم 6. طيب عندي المسألة رقم 7 دي مسألة مهمة جدا وفيها فكرة جديدة ممكن تكون أول مرة نحل عليها. نقرأ مع بعض كده المسألة بتقول لي إيه؟ بيقول لي الإنلت أند الأوتلت ديامتر أوف أ سنترفيوجال فان.
سنترفيوجال فان، سنترفيوجال فان. الانلت والاوتلت ديامتر للسنترفيوجال فان بتدور بسرعه كام؟ 1450. الانلت قال لك ان الاوتلت ديامتر 700 مللي، والانلت ديامتر 475. وقال لك ان الويتس كمان، ان الويتس في الخروج ب 145 والويتس في الدخول ب 190. ركز معايا في الجمله اللي جايه دي، قال لك ايه؟ قال لك البرفورمانس للفان انا بعمل له كنترولنج باي ا سيريز اوف الانلت جايد فين. ايه معنى الجمله دي؟ حد يقدر يترجمها لي؟ يعني ايه بتحكم في البرفورمانس للسنترفيوجال فان عن طريق حاجه اسمها انلت جايد فين؟ انت عارف ايه اللي جايد فين؟ يعني ايه انلت فين اللي هي انلت جايد فين؟ بيتحكم في زاويه دخول المائع على الريشه. مش احنا عارفين ان لو الفلو بتاعي داخل على الريشه بويرلي فيلوسيتي ايه اللي هيحصل للباور او للهيد ثيوريتيكال؟ هيقل. هيقل ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك هيقل ازاي. مش الهيد ثيوريتيكال بيساوي اليو 2 في ويرل 2 ناقص اليو 1 في ويرل 1 مقسوم على حاجه الجاذبيه؟ مظبوط. طيب انا لما اقول لك في ويرل 1 بزيرو هتقول لي بتساوي ايه؟ يو 2 في ويرل 2 على عجله الجاذبيه، مظبوط. طب تعالى بقى في الباست اطرح قيمه يو 1 في ويرل 1، اكيد قيمه الهيد ثيوريتيكال هتقع، يعني قيمه الانرجي اللي حضرتك هتديها للفلويد هتقل. بالظبط كده، هو ده اللي بيعمله ال جايد فين. عشان كده بيقدر من خلالها يتحكم في البرفورمانس. يعني هو محتاج فلويد بانرجي كبيره يظبط الزاويه، فلويد بانرجي قليله يبتدي يغير الزاويه ويدي قيمه للويرل فيلوسيتي زي ما هو عمل هنا بالظبط. قال لك ايه؟ which are set to produce a whirl component in the direction of rotation such that the relative velocity of the air at the inlet 31 متر على الثانيه. يعني هو بيظبط الانلت جايد فين بحيث تخلي الهواء يدخل على الريشه بويرل فيلوسيتي. تمام كده؟ يعني هنا ما حدش يروح يقول لي ان قيمه الالفا 1 ب 90. ليه؟ لان هو قال لك في قيمه للايه؟ للويرل فيلوسيتي. مظبوط كده؟ وقال لك ان الريلاتيف فيلوسيتي بتاع الهواء ب 31 متر على الثانيه. بس ركز بقى في الجمله اللي جايه دي، قال لك ايه؟ ميك ان انجل 15 درجه، يعني بيعمل زاويه 15 درجه، الهواء ده بيعمل زاويه 15 درجه. طيب هسال نفسي سؤال، 15 درجة دي زاوية البليد ولا الهواء حصل له سليبنج؟ ما اقدرش ارد عليك. طب هترد امتى يا باشمهندس؟ كمل. With the tangent to the blade inlet circle and causing a shock losses. هنا بقى حصل لوسز. اللوسز دي نتيجة السليبنج اللي حدثت. مقدارها قد ايه؟ 6 من 10 في 1 تربيع على ال 2 جي، بس هنا هو ملخبطك في حاجة. طب انت هنا عندك سليبنج، يعني في عندك المثلثات، المثلث الواحد لا بقوا مثلثين في الداخل ومثلثين في الخارج. طيب الفي واحد دي هل هي في واحد الايديال ولا الاكشوال؟ لا، طالما حصل سليبنج يبقى انت شغال على الاكشوال مش الايديال. مظبوط. يبقى دي في واحد داش تربيع على ال 2 جي، هوير ان الفي واحد ده عباره عن الابسوليوت فيلوسيتي اوف الاير ات الانلت. ركز بقى في الجمله اللي جايه ديت، هي دي بقى اللي هترد على السؤال اللي انا سالته لحضرتك. قال بيقول لك ايه؟ الامبلر بليد ار باكورد انكلايند اند ذا انلت والاوتلت انجل 12 درجه و2 و23 درجه. قال له هنا بيقول لك ان البيتا واحد ب 12 درجه، وفوق بيقول لك ان الهواء دخل ببيتا 15 درجه. ازاي ده؟ يبقى كده اعرف على طول ان بيتا واحد داش اكبر من ايه؟ من بيتا واحد الخاصه بالبليد. مظبوط. ومعايا بيتا 2 اللي هي 23 درجه. تمام، يبقى كده عرفت على طول ده. وكمل بقى كده، assuming that due to slip the actual whirl component at the outlet. الله، ده كده عندي سليبنج في الدخول وسليبنج في الخروج ومثلثين في الدخول ومثلثين في الخروج كله actual. وقال لك نتيجه السليبنج ان الاكشوال ويرل كومبوننت اللي هو الفي ويرل 2 داش بيساوي 8 من 10 من الفي ويرل ايه؟ من الفي ويرل 2. يبقى انت حضرتك هتشتغل على الهيد ثيوريتيكال ايديال ولا الفيرشوال؟ الفيرشوال على طول زي ما احنا قلنا في الفيديو الاولاني. طيب وبيسبب لوسز مقداره ايه؟ 4 من 10 من الفيلوسيتي هيد ات الامبلر اوت اللي هي الايه؟ اللي هي الفي 2 داش تربيع على ال 2 جي على طول. عايز يحسب ايه؟ هو عايز يحسب الهيد ديفلوبد باي الامبلر، وعايز يحسب الهيد المانومتريك، وعايز يحسب الفلوريت. طيب اول حاجه احط الايه؟ اول حاجه اشوف الجيفن بتاعتي. الجيفن هو مديني السبيد، مديني الديامتر 2، مديني الديامتر 1، البي 2 البي 1، ومديني في ار 1 داش، ومديني البيتا 1 داش، ومديني اللوسز 1 اللي هو اللوسز
في الدخول بالنسبه للفين، هتنقلت الانلت للفين او الانلت للامبلر، واداني اللوسوس كمان في الخروج من الفين او الخروج من الامبلر، واداني البيتا واحد والبيتا اثنين اللي هي البليد انجل في الدخول او في الخروج، واداني ان انا عندي الفي ويرل 2 داش ب 8 من 10 الفي ويرل 2. اول حاجه هتروح تعملها ايه؟ اول حاجه يا باشمهندس هروح اعملها ان انا هرسم مثلثات السرعات. ركز كده وبص على مثلث السرعات، ادي في الدخول وادي الخروج. في مثلثين الايديال والاكشوال في الدخول، ومثلثين ايديال واكشوال فين؟ في الخروج، مظبوط. طيب انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب الهيد المانومتريك. الهيد المانومتريك ده عباره عن ايه؟ هيد الثيوريتيكال ناقص اللوسز، مظبوط. هيد الثيوريتيكال هيساوي ايه؟ يو 2 في ويرل 2. بس في ويرل 2 ولا في ويرل 2 داش؟ لا في ويرل 2 داش، لان كله بقى اكشوال، مظبوط. يو 2 في ويرل 2 داش ناقص اليو 1 في ويرل 1 داش مقسوم على عجله الجاذبيه. طب اللوسز بتنقسم لايه؟ لوسز في الدخول مقدارها 6 من 10 في 1 داش تربيع على ال 2 جي، واللوسز في الخروج بالنسبه للفين 4 من 10 في 2 داش تربيع على ال 2 جي. لو بصيت على المعادله دي، لو حضرتك قدرت تجيب من المثلثات السرعات في 1 تربيع، في 1 داش تربيع، وفي 2 داش تربيع، وفي ويرل 1 داش، وفي ويرل 2 داش، المساله اتحلت. هنا بقى تيجي يعني هنا تيجي بقى فهم حضرتك لمثلث السرعات علشان ان انت تقدر تجيب كل القيم اللي حضرتك محتاجها. طيب اول حاجه نبص على السهم يو 1 ويو 2 بكل بساطه اقدر احسبه. تعالى بقى اما نمسك مثلث السرعات في الدخول. انت معاك ايه في الدخول؟ انا معايا الفي ار 1 داش في الدخول اهو، ومعايا بيتا 1 داش. طيب كويس قوي. طب انا اقدر احسب في اف 1؟ اه اقدر احسبه. انا لو قلت ساين بيتا 1 داش بتساوي المقابل على الوتر اقدر احسب الايه؟ الفي اف 1. طيب انا معايا دلوقتي انا معايا قيمه الفي اف 1. طب هقدر احسب الفي ويرل 1 داش ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك احسبها ازاي. الفي ويرل 1 داش بتساوي ايه؟ بتساوي، ركز، بتساوي اليو 1، اليو 1 ناقص الايه؟ ناقص الفي اف 1 كوتان بيتا 1 داش. اهي ده اللي انا عملته. اليو معاك اليو، انت اليو 1 اللي انت لسه حاسبها ناقص الفي اف اللي انت لسه حاسبه كتان بيتا 1 داش اللي هي ال 15، قدرت تحسب الفي ويرل 1 داش. كده انت حسبت الثلاث حاجات، اليو 1 يو 2 في ويرل 1 داش. ناقص لك ايه؟ ناقص لك الفي 1 داش. الفي 1 داش احسبه ازاي؟ طيب انا هنا يا باشمهندس انا لو انا عندي الفي 1 داش اهو، وانا معايا الفي اف 1 مظبوط، ومعايا الفي 1 داش، معايا الفي 1 داش، ما هو من فيثاغورس اقول ايه؟ هقول على طول ان الفي 1 داش بيساوي الفي اف 1 تربيع زائد الفي في ويرل 1 داش تربيع. كده انا جبت الفي 1 داش، مظبوط. طيب عايز انقل بقى على مثلث السرعات في الخروج. طب مثلث السرعات في الخروج انا ما اعرفش فيه حاجه، ما اعرفش فيه غير اليو 2 والبيتا 2. طب انا اقدر احسب الفي اف 2؟ اقدر احسبها. احسبها ازاي؟ ما انا محتاج فلوريت. يبقى انا اول حاجه لازم اروح احسبها هي الفلوريت. الفلوريت بتساوي على اساس بقى الدخول، لان انا معايا في اف 1 يبقى بيساوي الباي في الدي 1 في البي 1 في الفي اف 1. حسبت قيمه الفلوريت. طيب لما يكون معايا قيمه فلوريت ومعايا ديامتر 2 وويتس في الخروج اقدر احسب الفي اف 2. طيب حسبت قيمه الفي اف 2، جميل قوي. طب اقدر احسب، اجيب اقدر احسب الفي ويرل 2. الفي ويرل 2 بتساوي الايه؟ بنفس عباره عن اليو 2 ناقص الفي اف 2 كوتان بيتا 2. طب هو هل انا شغال على الفيور الاثنين اللي هي الايديال، ولا الفيور الاثنين داش اللي هي الاكشوال؟ شغال على الفيور الاثنين اللي هي الاكشوال، مظبوط. ايه العلاقه ما بينهم؟ فيور الاثنين داش بيساوي سيجما في الفيور الاثنين، مظبوط. يبقى انت حضرتك تقدر تحسب الفيور الاثنين داش بكل بساطه. طيب انت لما يكون معاك مثلث السرعات بنفس المبدا، معاك فيور الاثنين داش ومعاك في اف 2، تقدر تجيب الفي 2 داش ولا ما تعرفش؟ طبق فيثاغورس، اقدر اجيب في 2 داش. بس كده انا في المعادله بتاعتي قدرت اجيب ايه؟ في ويرل 1 داش، في ويرل 2 داش، في 1 داش تربيع، في 2 داش تربيع. كده انا معايا كل الايه البارامتر اللي موجوده في المعادله، اعوض بيهم جبت المطلوب هيد المانومتر. بكل بساطه يبقى انا قدرت اجيب كل القيم من مثلثات السرعات. فهمت ان هو مديني قيمه او زاويه دخول للهواء غير زاويه البليد، عرفت على طول ان في سليبنج على طول. يبقى انا معايا بيتا 1 داش ومعايا بيتا 1، دي جزء مهم. تمام، شكرا.